عليكم، معكم جمال سهل رئيس الجمعية المهنية الأربع مستغلي وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة بأكادير، الإخوة المنخرطين ديال الجمعية، الإخوة المناضلين ديال الجمعية. غادي نبلغكم بواحد المشكل وقع اليوم عن جويه العصر، اللي تم اعتقال الأمين العام ديال الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارة الأجرة اللي حنا كجمعية منضوين تحت اللواء ديالها. الأمين ديال العام ديالنا الآن معتقل عند الأمن، وتعتقل معاه مصطفى فضيلي اللي مدير ديال موقع تاكسي بريس اللي مناضل توا في القطاع لأنه مهني، وتم اعتقال محمد خيروني والسيد أبرو ومجموعة أخرين ديال الإخوان، وصلوا 14 مناضل تابعين للفيدرالية ديالنا. الإخوان الوقفة الاحتجاجية نظموها اليوم بعد العصر كون واحد الحكم قضائي جاء نزل عليهم في الساحة وتعرضوا لهذا الحكم هذا لأنه تعتبروا هما بأنه ظلم. ليش المهني باش بالحقو يقول راه ظلم ومول الكريمات يقول لا راه ده حقي، ولكن من حق المهنيين يحتجوا ونحقهم يخرجوا للساحة، من حقهم يندلوا، واللي يبغى يوقع يوقع ديك الساعة. ولكن للأسف الأمن كانت عنده شوفة أخرى لهذا الملف هذا، اللي بغاو يعتقلوا الإخوة اللي كانت عندهم وقفة احتجاجية غدا على مشاكل أخرى. كانت غدا غادي تكون عندهم وقفة من 8 ديال الصباح حتى 12 ديال العشية، وهذا الاعتقال هذا جمعوا معاه 39 طاكسي اللي دخلوا للفورير. والان راه الى حدود هذه الساعه الان اللي تنهضر معكم راه باقيين في الكوميسيريه تيعمروا من المحاضر باش يقدموا على ما اظن الدار الصباح، والله يطق صراحهم. انا اللي بغيت نقول لكم الاخوان هو انا راه غادي نكون عندهم غدا ان شاء الله في الحي في المحمديه باش نساندهم باسم مدينه اكادير، ونشوف شنو هو المعمول شنو هو المطلوب اللي خصو يتدار الدار، وغادي نعطيكم المستجدات من مدينه المحمديه. الله يطلق سراح كل واحد. النضال هو هذا، الضريبه ديال النضال ضروري الانسان يديها. هادشي راه ماشي تيخلعنا ولا تيخوفنا ولا كذا، ضروري الانسان اللي كان تيدافع يدي واحد النهار الضريبه. تحيه لكم والسلام عليكم، وتبعونا على عبر الصفحه ديال التاكسي عبر الموقع ديال الفيسبوك ديالي. غادي نعطيكم كل صغيره وكل كبيره. تحيه لكم.